عقاب الزنقوة. الله أكبر الله أكبر. وين المحرك؟ الله أكبر. يحاكي هذا السيناريو حال مجرم الحرب حفتر مع مجلس شورى درنا، فالعسكري المتقاعد يحاول عبثا منذ 3 سنوات اقتحام المدينة، تارة بقصف الطائرات التي طالما قضت مضاجع سكان المدينة وروعت أطفالهم، وتارة أخرى بالحصار. على الأرض تتقدم قوات مجلس شورى درنا في عملية نوعية على عدد من تمركزات ميليشيات حفتر التي تحاصر المدينة وتمنع دخول الحاجات الأساسية للمواطنين منذ حوالي 2 تقريبا، فيغنمون عددا من الذخائر والأليات، وعلى مسافة 300 كيلومتر شرق درنا وفي مدينة بنغازي تحديدا، لا تزال ثلة من مجلس شورى بنغازي ترابط على قيمها ومبادئها وتكبد يوما بعد الآخر خسائر في ميليشيات حفتر الذي أعلن تحرير المدينة تحريرا غير منقوص، تحرير يغير بعده آمر محور خريبيش ويسقط فيه كل يوم قتيل وجريح من تلك الميليشيات. يعكس الوضع العسكري المهزوز لمجرم الحرب حفتر اعتماده على التدخل الأجنبي الذي صنع الفارق وأوصله لفرض نفسه على المشهد السياسي، كذلك يظهر قيمة الجندي الذي لا يساوي شيئا عند رفقاء مجرم الحرب حفتر في السفر والتنقل من دولة إلى أخرى. ويبقى أبناء قبائل المنطقة الشرقية آلة للقتل والكسر والبتر.